طيب تفاصيل اكتر عن ردود الافعال بخصوص قرايه منتخبنا، ردود الافعال الخاصه بمنتخبنا بعد الفوز على زامبيا بهدف مقابل لا شيء، كيفيه الاستعداد لمباراه الجزائر بعد خد على استاد هزاع بن زايد في مدينه العين. كل ده واكثر بالتاكيد من خلال الناقد الرياضي الاستاذ صبري علي، الناقد الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه. استاذ صبري مساء الخير، ازي حضرتك ومنور الدنيا. مساء الخير عليك محمد وعلى كل المشاهدين. اولا عايز اعرف يعني انطباعك الاول على قرعه منتخبنا الوطني في كاس الامم، وشايف المستويات ازاي والطريق اللي كنت بشرحه سواء في التصدر او لا قدر الله في حاله الوصيف. ما شاء الله عليك محمد، انت صعدتنا كده خلاص النهائي ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طبعا المنتخب وجود منتخب مصر مع غانا وكابيردي وموزمبيق اعتقد قرعه مثاليه بالنسبه للمستويات اللي احنا شايفينها في المجموعات الخمسه الثانيه. منتخب مصر اسم كبير جدا، اكثر الفائزين بلقب امم افريقيا، غني عن التعريف، احنا دايما مرشحين في كل الاوقات حتى في أسوأ حالات المنتخب الوطني الفنيه دايما مرشح للفوز باللقب، ويمكن كان في ثوابت كثيره جدا المنتخب كان غير المرشح للفوز وحصد اللقب وبجداره. وطبعا يمكن الثلاثيه 2006 2008 2010 يعني لسه ما زالت موجوده في ذاكره كل الجماهير الافريقيه، لكن اعتقد ان منتخبنا في المرحله الحاليه تعدي مرتين وصول للمباراه النهائيه وعدم النجاح في حصد اللقب وكان قريب جدا من البطوله في المرتين، ويمكن ده بيكون بيسبب دوافع كبيره جدا في المره دي. يعني احنا يمكن ظروفنا حاليا افضل، استقرار فني افضل مع وجود روي فيتوريا، اعتقد ان مجموعه اللاعبين اللي موجودين في المنتخب حاليا في كواليتي عالي وفي تجانس بدا يزيد في الفتره الاخيره سواء من بين اللاعبين المحترفين خارج مصر او اللاعبين الموجودين في الدوري المصري. واعتقد ان منتخبنا باذن الله في المجموعه قادر على الصداره بشكل يعني بديهي جدا في المرحله الاولى، وهتكون المواجهات الصعبه هتكون في المرحله التاليه بعد كده. وباذن الله احنا دايما في بطولات المجمعه محمد المنتخب مصر دايما المستوى بيرتقي من مرحله لمرحله، وشفنا ده كتير في بطولات المجمعه افضل كتير من مثلا تصفيات كاس عالم ومرحله مراحل الذهاب وعوده وكده. فمنتخبنا ان شاء الله في البطوله قادر ان هو حتى كمان يعني يصعد بمستواه من المباراه الاخرى ومن المرحله الاخرى، وان شاء الله يقدر يعني يعوض المرتين اللي حصل فيهم الاختصاص بالعوده باللقب، وان كانت طبعا المنافسه هتبقى شرسه جدا 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 في وجود اربع او خمس منتخبات كبيره مرشحه، طبعا اهمهم كوت ديفوار بصفته البلد المضيف يعني. اكيد. طيب لو اتكلمنا على المجموعات، اقوى مجموعه من وجهه نظرك يا استاذ صبري؟ اقوى مجموعه طبعا انا شايف في مجموعتين، في مجموعه الكاس السنغال والكاميرون مجموعه سي، وفي مجموعه تونس طبعا مجموعه برضو قويه جدا، تونس ومالي وجنوب افريقيا ناميبيا، اعتقد بالمجموعتين دول يبقى فيهم شراكه كبيره جدا، ومنتخب تونس هيواجه في المره دي يمكن كانت ظروفه دايما في البطولات او في القرعه السابقه لكل البطولات اللي قبل كده كان بيكون في يعني خط سيره اسهل، لكن المره دي هيواجه منافسه شرسه، خاصه احنا شايفين منتخب تونس مش في افضل حالاته وفي بعض الـ يعني الناس او اصوات اللي بتطالب بتعديلات فنيه، فاعتقد ان منتخب تونس هيواجه صعوبه كبيره جدا، خاصه احنا بنتكلم طبعا عن المنتخبات العربيه. منتخب المغرب بشوف طبعا ان هو في يعني في صداره المجموعه ان شاء الله رب العالمين يعني، وباذن الله برضه منتخب مصر يكون في صداره مجموعته ويكون اللي يكون فيه المواجهات. اهم حاجه للمنتخب المصري انا بشوف يعني في المرحله الثانيه ان هو تجنب المواجهات العربيه. ايوه ده اللي كان خلينا اسال حضرتك يا استاذ صبري، احنا لو تصدرنا المجموعه السكه بتاعتنا هتبقى الجزائر والمغرب بنسبه كبيره جدا، لو طلعنا وصيف سكتنا رايحه الكوت ديفوار والكاميرون والسنغال، انت تفضل نطلع وصيف كده؟ يعني طبعا ما بحبش ابدا الحته اللي تكون قبل البطوله ان احنا نقول ان احنا نلعب على ان احنا الوصيف، ان شاء الله نكون صداره المجموعه، واللي بيبقى المفروض المنتخب اللي رايح يلعب على لقب مش بيهمه مين يقابل مين في المرحله الثانيه والمرحله الثالثه، خاصه ان انت لو ما قابلتش في الدور 16 بتقابل في دور الثمانيه، بتقابل في دور يعني مش في الدور الاول، بتقابل في دور الثمانيه، بتقابل بعد كده في الدور اللي قبل النهائي، يعني لازم هتقابل المنتخبات الكبيره. لكن طبعا انا تجنب واجهه المنتخبات العربيه في المرحله بدايه البطوله، يعني مثلا حتى لو هو لدور الثمانيه قدرنا ان احنا نتجنب مواجهه عربيه هيكون افضل كتير، بعد كده المنتخب بيكون دخل اجواء البطوله بشكل كبير، وطبعا اللي بيحكم المباراه في وقتها 90 دقيقه اللي في الملعب، لكن بعيدا عن الحسابات الثانيه اللي هي الحسابات المسبقه يعني، وان شاء الله رب العالمين منتخبنا زي ما بقول لك ان هو قادر ان هو في بدايه بعد الثلاث مباريات اللي في المرحله الاولى او في الدور الاول يقدر يكون خلاص اللي حصل بحاله الانسجام اللي احنا كنا نشوفها دايما مع منتخبنا
البطولات المجمعه والارتقاء بالمستوى الفني، ونقدر بعد كده نحسبها خطوه بخطوه، وان شاء الله رب العالمين نقدر نوصل للمباراه النهائيه ونتوج بلقب. نقطه ثانيه مهمه يا استاذ صبري، حضرتك طبعا سافرت كتير وحضرت بطولات كبيره، فكره انك تتصدر المجموعه هتفضل موجود في العاصمه، واللي جاي لك تاني مجموعه من مدينه تانية هو اللي هيتنقل ويسافر، وحضرتك عارف طبعا التنقلات في افريقيا مدى صعوبتها، فالصداره اكيد لها مميزات كتيره كمان. ايوه يا محمد، انا ليا تجربتين في 2008 في غانا. في غانا كنا موجودين في كوماسي من بدايه البطوله لحتى المباراه النهائيه. مظبوط. وبعدين في مباراه في البطوله رحنا لعبنا المباراه النهائيه في اكرا، المباراه النهائيه فقط اللي اتحركنا ليها، يعني لعبنا كل جميع مبارياتنا في كوماسي، ولعبنا المباراه النهائيه في اكرا المباراه النهائيه فقط. في انجولا 2010 برضه كنت موجود مع المنتخب، لعبنا في مدينه بنجيلا كل مبارياتنا اثناء المباراه الاخيره لما رحنا لعبنا النهائي في لواندا. يعني عارف ان النهائي لازم بتلعب في العاصمه. اكيد. فده كان فرق جدا مع منتخب مصر زي ما انت بتقول، انا متفق معاك تماما. المنتخب لم ينتقل من المدينه اللي موجود فيها، من نفس الفندق الاقامه اللي موجود فيه، من بدايه البطوله حتى انتقاله الى المباراه النهائيه انتقل فقط قبل المباراه بليله واحده، لعبنا المباراه النهائيه في كوماسي في 2008 وفي لواندا في 2010، وده كان تاثيره كبير جدا 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 على تركيز المنتخب وعلى انضباطه وعلى عدم تعرض للارهاق بتاع السفر او كده في بين المدن الافريقيه، حتى لو كانت المدن قريبه لكن برضه في ارهاق، والنقل نفسه يوم بيضيع عليك في ان انت بتكون في ارهاق للسفر من مكان لمكان، وتغيير الفندق نفسه بيأثر على اللعيبه، فده كان طبعا مؤثر جدا 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 وكان واضح جدا تاثيره في البطولتين اللي احنا حسمناهم في 2008 و2010. اكيد. طيب اروح معاك بقى لمباراه مصر والجزائر والمباراه في الامارات وتحديدا في استادها الزع بن زايد. استعداد الفريقين مصر والجزائر مباراة قمة كرة عربية في الإمارات، والصحافة الجزائرية الصحافة الإماراتية بتتكلم على إيه؟ قربك كمان من منتخب مصر، وشايف الاستعدادات وتصريحات روي فيتوريا وجاهزية اللاعبين للمباراة القوية دي؟ ومنتخب الجزائر وصل اليوم للإمارات، طبعا المباراة قبل المباراة ب 48 ساعة بالظبط، يعني وصل اليوم بيتمرن، المفروض إنه بيتمرن تدريب مسائي النهارده على استاد زع بن زايد، والتدريب الأخير بكرة كمان على نفس او في ملعب في مدينه العين. مدينه العين فيها ثلاث استادات مؤهله بشكل كبير جدا لاستضافه التدريبات والمباريات، يمكن ده يمكن مدينه العين بتتميز بالموضوع ده، ثلاث استادات مؤهله تماما. صحيح. دوليه بمدرجاتها بملاعبها بمرافقها، وده يمكن بيدي فرصه كبيره جدا للمعسكر ونجاح المعسكر المصري اللي موجود حاليا. منتخب الجزائر جاي طبعا من فوز كبير على كاس ديربي خماسيه منتخب مصر بعد الفوز على زامبيا، في ترقب كبير جدا للمباراه واهتمام كبير جدا هنا على كل الاصعده، يعني سواء على مستوى مجلس انضباط الرياضي اللي هو بيستضيف او بينظم المعسكر المصري، نعم، والمعسكر الجزائري والمباراتين لمنتخب مصر امام زامبيا وامام الجزائر، وفي اهتمام اعلامي طبعا وفي اهتمام جماهيري، ده الاهم. منتخب مصر بيحظى باهتمام جماهيره في كل مكان، خاصة لما يكون المصريين المغتربين دايما لما بيجي منتخب مصر يلعب مباراة يكون في حالة شغف كبيرة جدا برؤية المنتخب. التذاكر نفدت؟ نعم؟ التذاكر نفدت بالكامل في ماتش مصر والجزائر ولا زي ماتش مصر وزامبيا؟ لا لا، في لسه في التذاكر موجودة لم تنفذ، بس برضه يا محمد لازم تلاحظ ان المباراة في يوم الاثنين يوم عمل، يوم اجتياز، مثلا المباراة دي لو بتلعب يوم جمعة او سبت او احد كنت ممكن تلاقي اقبال جماهيري اكبر، لكن اعتقد ان في طبعا المباراه هتختلف، الوضع يختلف تماما عن مباراه زامبيا، ده توقعي، المدرجات هتكون ممتلئه عن اخرها، خاصه ان الجمهور الجزائري كمان هيكون موجود، الجاليه الجزائريه موجوده، ففي هيروحوا يشجعوا منتخبهم، والمنتخب المصري في الاسر بتبقى بتعتبر ده يوم فسحه احتفاليه ويوم كرنفال كده، نكون موجودين في ولادهم ولاعيبه منتخب مصر، واعتقد ان المدرجات في استاد زع بن زايد ممتلئه عن اخرها في المباراه، رغم ان هي في وسط الاسبوع يعني. أكيد. أستاذ صبري أنا بشكرك جدا، وكل التوفيق ليك ولكل زملائنا الإعلاميين والصحفيين في الإمارات العربية المتحدة، وكل التوفيق يا رب لمنتخبنا في بطولة الأمم وفي مباراة الجزائر، يكون استعداد قوي لروي فيتوريا خلال الفترة اللي جاية.